عشان الحلم واحد تتجمع القلوب، عشان الحلم واحد تتوحد الدروب، عشان الحلم واحد تتجمع القلوب. اهلا بيكم في حلقه جديده من قصه نجاح. قصه نجاح اليوم مع هند احمد عاشور. هند من الشخصيات الجميله جدا اللي عندها تفاؤل يملى الدنيا كلها. عايزين النهارده نتعرف على هند بشكل كبير. اهلا بيكي يا هند، منورانا. اهلا بيكي يا دعاء، اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، ومتشكره جدا على المقدمه الرقيقه اللي زيك دي. بجد يعني انا سعيدة جدا بوجودي معاكي. اهلا بيك يا هند. هند، في البداية خلينا نتعرف عليكي من ناحية البطاقة الشخصية. انا اسمي هند احمد عاشور، معلم اول لغة عربية في مدرسة طه حسين الاعدادية للبنات في اسكندرية. كلميني يا هند عن الإعاقة، هل بدأت معاكي منذ الولادة ولا في سن متأخر؟ وعايز أعرف موقف الأهل، هل هما كانوا راضيين ولا كان في بعض الصعوبات في البداية؟ أنا ما اتولدتش كفيفة، يعني يعتبر بعد سنتين من الميلاد. الأسرة عندي كانوا متفهمين الفكرة تفهم كامل. ما عشتش أبدا حياة البنت الكفيفة منعزلة اللي دايما بتكون بعيدة عن الناس، اللي دايما بتكون خجولة. لا بالعكس، أنا تربيت في بيتنا على إن أنا واحدة من البيت زي اخواتي اللي بيكبروني. انا طبعا الاخت الصغرى لثلاثة غيري، وعندي اختي اسمها ناهد دي محاسبة ومدير عام، واخويا محمد مفتش عام في الضرائب، واخويا دكتور حمدي دكتور مهندس قسم باور في الاكاديمية العربية للنقل البحري، وانا اداب لغة عربية متخرجة سنة 2000، بشتغل في مدرسة عادية للمبصرات. هل كنت بتشاركي في الأنشطة المدرسية أثناء الطفولة ولا كنت مهتمة بفكرة الدراسة؟ ودراستك كانت نور ولا أزهر؟ تعلمت طبعا في مدارس النور، كانت يعني لي أنشطة كتير جدا جدا جوه المدرسة، الموسيقى والغناء وإلقاء الشعر وكتابة الشعر، وكنت عضوة في جماعة المكتبة. يعني أنا كنت بمارس تقريبا كل الأنشطة المدرسية. بالنسبة بقى لما دخلت الكلية، هل الكلية بتاعتك كانت من اختيارك؟ وكلميني بقى عن الجامعة، وازاي كنت بتذاكري وازاي كنت بتمتحني؟ هل المحاضرات كنت بتسجليها عن طريق التليفون ولا ازاي؟ الانشطة، هل كنت بتمارسي انشطة داخل الجامعة؟ كلميني باستفاضة عن فكرة الجامعة بقى ودخولك الجامعة. بالنسبة لمرحلة الجامعة، انا طبعا دخلت القسم اللي انا او الكلية اللي انا دخلتها عن اقتناع تام وحب جديد قوي، بس اختيار القسم اللي انا اخترته كان زي ما تقولي كده هي صدفة حصلت، فهي اللي خلتني ادخل لغة عربية بعد ما كان حلمي طول السنين ان انا ادرس تاريخ، لان كان مثلي الاعلى استاذ عبد المنعم استاذ التاريخ اللي تربيت على ايده واللي هو مازال مثلي الاعلى في الدنيا. طبعا في يوم من الايام كنت كاتبة موضوع تعبير عن 6 اكتوبر ودخلت بيه مسابقة على مستوى ادارة وسط التعليمية في اسكندرية واخدت المركز الاول. فلما أراه أستاذي بتاع التاريخ قال لي إيه رأيك تدخلي لغة عربية، ودي كانت نقطة تحول كبيرة قوي في تفكيري في حياتي كلها. بجد يمكن ربنا جعل الكلمة دي على لسانه عشان أكون متميزة في المادة اللي أنا بدرسها حاليا. كمان أكيد المرحلة الجامعية كان بيكتنفها كتير قوي من الصعوبات، طبعا في تسجيل الكتب والمذاكرة. كنا بنسجل الكتب على، كان أياميها لسه ما فيش بقى سيديهات وكلام ده من فترة يعني، فكنا بنسجل على شرايط كاسيت عادية، وكنا بنتبادل المواد. يعني مثلا دعاء تسجل لي انجليزي انا اسجل لها بلاغة، لان طبعا يعني، وكنا بقى بنتبادل الشرايط بحيث ان كل واحد فينا يبقى معاه كل المواد بالتبادل مع زميلاته، وده كان عن طريق اخواتنا او زمايلنا او مركز المكفوفين في الكلية. الكتابة في الامتحانات كانت شاقة جدا، لانهم كانوا بيجيبوا لنا ناس نمليهم بس يكونوا اقل مننا في المستوى التعليمي، فده كان بيلاقي صعوبة جدا، خصوصا بقى في الشعر ومادة العروض والحاجات الخاصة جدا باللغة العربية. لكن الحمد لله ما عمريش يعني حصل معايا ان انا عدت سنة من السنوات. الحمد لله انا كنت
بفضل الله، ثم بفضل بقى التشجيع من أسرتي الجميلة ما عدتش ولا سنة وأخدت سنوات الجامعة كلها بشكل جميل. إيه أهم المواقف الطريفة اللي حصلت لك أثناء الكلية؟ من أشهر بقى المواقف يعني الطريفة اللي كانت في الامتحانات، إن تيجي اللي بتكتب أو المرافقة وتقول لي هي الكسرة من فوق ولا من تحت، فتخيلي بقى يعني مدى الصعوبات اللي كنا بنقابلها، لكن بفضل الله الحمد لله المشاكل دي انتهت. لا أنا للأسف ما كانش مشاركة في الأنشطة في الجامعة لأن الوقت كان ضيق جدا والمواد كانت طويلة جدا، فكانت بتاخد وقتي كله في المذاكرة يعني عكس المدرسة تماما. بس كانت مرحلة الجامعة بالنسبة لي مرحلة فارقة جدا في حياتي، اكتسبت من خلالها خبرات كتير بتفيدني لحد دلوقتي. خلصتي الكلية هند وبعد كده بدأت بقى في الحياة العملية. دخول الحياة العملية بالنسبة لي كان حلم كبير قوي، لان انا دايما كنت بشوف ان اثبات ذاتك مش هيتحقق الا من خلال دخولك مجال العمل والاحتكاك باللي حواليكي ومجتمع اكبر واثبات كيانك في المجتمع ده. وانا كان من زمان حلمي ان انا اشتغل في مدرسة النور مع مدرسيني وان انا اكون زيهم واتبع منهجهم في طريقة التدريس لان انا استفدت منهم كتير. لكن بما ان الموضوع يعني بيتغير من مرحلة لمرحلة، انا لما اتخرجت من الجامعة بدأت افكر بطريقة مختلفة شوية. لقيت اللي حواليا كلهم كانوا بيشجعوا فكرة ان انا اشتغل في مدارس مكفوفين، بس انا عندي كان قناعة ان أنا مش هقدر أثبت نفسي إلا في مدرسة للمبصرين، على أساس أن يكون المجتمع أكبر، الاحتكاك أكبر، والاختبار لقدراتي أنا هيكون أوسع. طبعا بعد التخرج قعدت تقريبا 4 سنين من غير شغل، بس الفترة دي أكسبتني خبرات كتير قوي. أولا أخدت كورس كمبيوتر، تاني حاجة كنت بروح ماما الله يرحمها كانت موفرة لي أن أنا أروح مكتبة اسكندرية 3 مرات في الأسبوع للقراءة الحرة والاطلاع، وان انا كمان كنت باخد كورسات في الكمبيوتر كمان عشان ما بقاش ناسية مهنة التدريس. كنت بذاكر مع قرايبي مادة اللغة العربية، وكمان كنت بدي جيراني دروس في مادة اللغة العربية بدون مقابل، فده دعمني شوية. نقطة نجاحك انت عارف سرها، نميها كبرها وعيش من أجلها، صمم تكمل كل خطوة بدأتها، فك القيود وتأكد إنك قدها. أما بقى دخول المرحلة العملية، قدمت في مسابقة في التعيينات وبعدين اخترت المدرسة اللي أنا اتعينت فيها. أول مرة دخلت المدرسة بجد كنت فرحانة جدا، كنت حاسة أن دي نقطة تحول كبيرة قوي في حياتي، وكمان مديرة المدرسة دعمتني جدا وقتها وشجعتني، وكمان مدرستي الأولى أول خطوة حطيت لي قدمي عليها على الطريق النجاح وإثبات الذات، إن هي خلتني أدخل الفصل لوحدي من أول يوم في وسط الطالبات، وبديت حياة جميلة أتمنى إن أنا أفضل فيها لغاية يعني ما أدي رسالتي على أكمل وجه. ناس كتير بتخاف جدا من مهنة التدريس، خصوصا كمان مادة اللغة زي اللغة العربية اللغة الإنجليزية، فإيه رأي هند في الفكرة دي؟ حقيقة مهنة التدريس مش سهلة أبدا، بتكون محتاجة لمهارات كتير، وبتكون محتاجة لضبط نفس شديد جدا، كمان بتكون محتاجة لأساس هام جدا وهو حب المادة اللي أنا بدرسها أو درستها في الجامعة ودخلت بناء عن حب ولا أكرهت عليها. ده بيتوقف عليه قدرتك على توصيل المعلومة بشكل جيد للطالبات أو الطلبة. كمان بيتحكم في الأمر شخصيتك، يعني أنا شخصيا بتعامل مع على الأقل كده 50 طالبة جوه الفصل، كيفية إدارة الفصل وكيفية توصيل المعلومة والوسيلة اللي أنا ممكن أسهل ليهم بيها فهم المادة وفهم أبعادها، خصوصا إن طبعا النحو كتير قوي من الطالبات والطلبة بيشوفوا إن هو أصعب فرع في المادة، فطريقتي في أداء توصيل المعلومة، طريقتي في الوصول
فهم البنات، طريقتي لمراعاة الفروق الفردية بين المستويات، ده بيخليني أقدر إن أنا أبسط لهم المعلومة وأوصل لهم. كمان الحمد لله يمكن أنا بنيت جسر من التفاهم بيني وبين البنات على اختلاف دفعاتهم، يعني كل سنة حاولت إن أنا أدوب الخوف بيني وبينهم وأبني جسر من المودة والصداقة والأخوة والأمومة كمان في بعض الأحيان، علشان لما كل ما يتقرب المدرس أو المدرسة من الطلبة بتوعه بيكون ده أسهل في توصيل المعلومة. قوليلي بقى إزاي بتقدري تسيطري على 50 طالبة زي ما أنت بتقولي ممكن يكونوا بيعملوا شغب، إزاي تقدري توصلي لهم المعلومة؟ فإذا كان ممكن مدرس يقولك لا أنا مقدرش أتعامل مع 4 5 6، فإزاي بتقدري تسيطري على المدرس؟ هل بالشدة؟ هل بالحب؟ هل الاتنين مع بعض؟ فعايزاكي تكلميني ده عشان توصلي نصيحة او رسالة للخريجين جداد اللي بيخافوا جدا من فكرة مهنة التدريس. طبعا اكيد السيطرة على 50 طالبة امر مش سهل ابدا، وكان في البداية يعني اشق من دلوقتي، لان كل سنة بتختلف باختلاف البنات، باختلاف افكارهم، باختلاف طريقة تربيتهم في البيوت. بس بفضل الله انا زي ما قلت لك يمكن في البداية خالص اني حاولت ان انا ابني معاهم جسر من الاحترام والتقارب والمودة. مش هقولك ان طول الوقت الحصة بتبقى على ما يرام او ان الامور بتبقى سهلة جدا، لكن قدر المستطاع انا شوية بكون احيانا حازمة معاهم، بس مش بالضرب طبعا. العقاب بيكون بما ان احنا ارتبطنا عاطفيا اكتر بيننا وبين بعض او بالمحبة اكتر من العقاب، فممكن يكون عن طريق ان انا اتجاهل البنت شوية، ان انا اوقفها معاقبة شوية لحد ما تفضل واقفة في مكانها. احيانا لو زادت المشاكل بلجأ لإشراف الدور أو للإخصائية أو لوكيلة شؤون العاملين لو الموضوع أكبر من أن أنا أتصرف داخل الفصل. لكن الحمد لله في العموم أو في الأمور يعني العام أن أنا بقدر أحتويهم، لأن إحنا كمان دايما ببقى ماسكة جامعات في النشاط المدرسية، خصوصا جامعة الندوات والمناظرات، فده بيخليني أبقى قريبة أكتر من طالباتي وبيقدروا يفهموني، بيقدروا يقرأوا لي الحاجات اللي أنا ببقى محتاجاها أحيانا. والله أحيانا يقوموا بكتابة التحضير ليا، فشوية بشوية بخليهم يبقوا قريبين من شخصيتي وقريبين من حياتي علشان أقدر أحتويهم. بكون في تقارب بيني أحيانا وبين أمهاتهم عشان أعرف أوظف الصداقة اللي بيني وبين أمهاتهم لصالح البنت ولصالح العملية التعليمية اللي أنا جزء منها. من فترة لفترة بنشوف هند بتكتب خواطر وأشعار وحاجات زي دي، قوليلي بقى الفكرة دي بدأت معاك إزاي وقدرت إزاي تطوريها؟ من أهم الأشياء الجميلة اللي أنا نمتها فيا اللغة العربية حب كتابة الخواطر. كتابة الخواطر الشعرية دي جت معايا من زمان بس بدأت تكبر شوية بشوية، ومن خلال اطلاعي وقراءاتي وحبي للشعراء، وأنا كنت بألقي شعر في المدرسة، فالفكرة بدأت من الصغر لكن بتنمو شوية شوية. وكمان بفضل الله أنا معايا على الفيسبوك بعض الشعراء الكبار، استعنت بيهم في تنمية الهواية دي وإزاي أنا أقدر أنميها، فنصحت بأن أسيبها على تلقائيتها، والحمد لله انفعالي بمواقف معينة هي اللي بتولد الفكرة. فأول فكرة خاطرة ما بتيجي على ذهني بأكتبها على طول عشان ما نساهش، ودي ملكة ربنا الحمد لله وهبني بيها. بكمل معاكي تاني وعايزك تقوليلي إيه نوعية الخواطر اللي انت بتكتبيها، ولو فكر حاجة من الأشعار اللي كنت تقوليها من أيام المدرسة أو حاجة من الخواطر أتمنى أن أنت تقوليها لنا. بالنسبة للخواطر والإلقاء وحب الشعر بدأ معايا بصراحة يمكن من 4 ابتدائي، وهتستغربي جدا لو أنا قلتلك أن فعلا من 4 ابتدائي. في يوم من الأيام كان في أستاذ في الرياضيات اسمه أستاذ صلاح، فكان أستاذ صلاح ده مدرس رياضيات بتاعنا في سنة 4 ابتدائي. هو أول حد كسر فيا حدة الخوف، لان انا كان عندي خجل شديد جدا من مواجهة الميكروفون وان انا اتكلم قدام ناس كتير. فهو اول حاجة اختارها لي قصيدة حديث الروح لمحمد اقبال اللي بتغنيها ام كلثوم، وكانت صعبة طبعا جدا عليا لان انا لسه في سنة 4، فلكن هو تشجيعه ليا
وان هو حطيني قدام الموقف وخلاني لازم اكون قد المسؤوليه. ففعلا حفظت جزء كبير منها والقيتها، ومن هنا بدا حبي للالقاء وللشعر. من الخواطر اللي انا بحبها قوي من كتاباتي وبتعبر عني انا كشخصيه، انا كهند، خاطره بتقول: انا قلبي قلب صغير بيرفرف زي العصفور، وسط الضلمه يشق العتمه ويخلق الف طريق للنور. يا قلبي مالك نشوان، بجلال الكون دايما هيمان، رد قلبي بكل ايمان، انا عاشق فضل الرحمن. فدي من اوائل الخواطر اللي انا كتبتها، بس بصراحه مش بتتمحي من ذاكرتي لانها بتمثلني انا كهند. اتكلمنا عن هند المدرسة، عايزين بقى نتكلم عن هند ازاي بتتعامل في بيتها. هند في بيتها زي اي بنت او زي اي ست بيت، زي اي واحدة في الدنيا، بتعمل اكل وتنظف وبتغسل وتغسل مواعين، وبيتكسر منها حاجات، وفي اول التعليم المطبخ اتحرقت حاجات وباظت حاجات. ويعني انا اتعلمت الطبخ من وانا صغيرة، بس كممارسة ماما الله يرحمها ما كانتش بتخليني امارس الا في ايام الاجازات. يعني لو في الدراسة لا، ما يبقاش في مطبخ، يبقى في اهتمام بالدراسة بس. طبعا ما فيش أكلة ما بعملهاش، لا يعني كل الأكلات تقريبا بعملها، فما فيش حاجة صعبة. لو احنا عايزين نكون هنكون، وبإيدينا وبإرادتنا نقدر يعني نحقق أي حاجة احنا عايزينها. وأنا أحب قوي المطبخ وأحب أتفنن في المطبخ، وأحيانا أبتكر أكلات، بس بصراحة أنا شخصيا مش بتعامل مع الزيوت. يعني ما بقليش سمك، ما بقليش بطاطس، بستعين بحد، وده بناء على توصية من ماما الله يرحمها عشان أتفادى مشاكل الحرائق والعياذ بالله يعني. لكن غير كده أنا أستاذة مطبخ الحمد لله. هند، عايزة منك نصيحة للإعلام، تقولي إيه للإعلام؟ وسائل الإعلام ما نقدرش نقول أو نعمم إنها كلها ليها اتجاه ايجابي ناحية ذوي القدرات او اصحاب الهمم. بعض القنوات بتظهرنا بشكل صورة ضعيفة من خلال طبعا الاعمال الفنية اللي ممكن ما تكونش عاشت حياة ذوي القدرات بشكل كامل او بشكل مناسب، او ما تمعنتش في الامر بشكل عميق، بحيث ان هي تشوفنا من الداخل او تشوفنا من خلال اعمالنا ومن خلال ارادتنا. في الوقت الحالي بجد الحمد لله بقت وسائل الاعلام بتهتم بذوي القدرات او اصحاب الهمم بشكل ايجابي، وبتبرز تميزهم وبتبرز مكانتهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ من نجاح اي دولة، لان هم ان اعطوا الفرصة بشكل تام وان تربوا في بيوتهم التربية اللي اساسها الاعتماد على الله ثم على الذات، وان لا يهملوا اهمال تام ولا يدللوا تدليل تام. يعني انا اكون جوه بيتي زي اي حد من افراد اسرتي، لا انا اهمل من اللي حواليا ولا اميز من اللي حواليا. كمان شيء جميل جدا ان احنا لما نيجي نتعامل مع ذوي القدرات في اي مكان عمل او مواصلات او اي يعني احتفالية او اي مكان، نعد واحد مننا ونحط نفسينا مكانه، واللي نحب نتعامل بيه نعامل بيه، لان فعلا الدين المعاملة. نصيحتي للإعلام ان هما لما يجوا يقدموا عمل من الاعمال يخص ذوي القدرات، فلازم يكونوا على دراية كاملة بحياة الشخص اللي بيستضيفوه او بيتكلموا عنه او بيكتبوا عنه، مش كشخص او كحياة شخصية، لكن كتصرف وكطريقة حياة. لان الحياة انا بشوفها فن الحياة، مش كل الناس بتجيده، مش كل الناس بتقدر تعبر عنه. هند، كنتي من فترة كبيرة اشتغلتي مع فرسان التحدي، فعايزاكي تكلميني عن، هل بتسمعي الفرسان التحدي؟ هل بتتابعي فرسان التحدي؟ كلميني على مشاركة
الناس في رمضان، ازاي كنت بتقدري تحضري لها؟ ازاي كنت بتختاري الموضوعات بتاعتك؟ اكيد من هواياتي برضو حب الاعلام. انا بنمي الهواية دي من خلال مساعدتي في جامعة الصحافة في المدرسة والإذاعة المدرسية من أيام ما كنت طالبة في المدرسة اللي أنا درست فيها مدرسة النور، ولغاية دلوقتي في المدرسة اللي أنا بشتغل فيها. فرقت معايا قوي فكرة فرسان التحدي بجد. أولا هو يعني مبدأ جميل جدا وقناة هايلة جدا بتخرج مواهب راقية ورائعة جدا، مش شكري فيها عشان أنا ضيفة معاكم دلوقتي، لكن من خلال تنميتهم لموهبتي وحبي الشديد جدا للإعلام أنا شاركت معيهم أكثر من برنامج الناس في رمضان ومختارات رمضانية، يعني حاجات كتير جدا. كنت بحضر ليها إزاي؟ أنا على فكرة مش من مدرسة أني أبقى مجهزة قوي للكلام اللي أنا هقوله، أنا التلقائية عندي بتكون أرحب وأوسع في التعبير عن اللي جوايا. أنا كنت بس بفكر في النقاط اللي أنا ممكن هتناولها، لكن الإعداد التام للكلام اللي هيتقال جوه كل حلقة لا والله كان بيبقى تلقائي، والحمد لله لقى إعجاب كبير وأنا أصلا كنت سعيدة جدا بالتجربة الحلوة دي. هند، رأيك في طبيعة اللقاء؟ لا بصراحة أنت وفيتي كل الأسئلة وطلعتي من جوايا حاجات كتير جميلة وخليتيني أظهر قدام مستمعيكي بشكل جميل. أتمنى أن أنا كنت ضيفة خفيفة على أسمعه، بجد حقيقي اللقاء كان ممتع للغاية وجميل جدا، وأنا سعدت بلقائك وأرجو أن أكون قد أسعدتكم كما سعدت معكم. دوام التوفيق ليك يا دعاء وكل الحب لأسرة فرسان التحدي. طبعا بشكرك كتير يا هند، وبجد أنا كنت مبسوطة بلقائي معاكي، ودايما نشوفك كده من الموفقات، ودايما تقدر أن أنت تخرجي لنا أجيال وأجيال وأجيال أفضل من الأجيال اللي قبلها. هند، كنت سعيدة جدا باللقاء معاكي، وبكده تكون انتهت حلقتنا وقصة نجاحنا لهذا اليوم. أشوفكو بكرة وقصة جديدة. كنت معاكم دعاء السبع، إلى اللقاء. طعم النجاح لو دقته مش هتصدقوه، عايز تجرب حط حلم وحققه، لحظة سعادتك لما تيجي تبدأه، سر النجاح إن انت لازم